القسم الأول للمجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية. حتى الصحافة الألمانية انتبهت للمشروع وبدأت تفرد صفحات ليه. المرة دي رحنا بلد الموضة والجمال والطب، فرنسا. في فرنسا ممكن تسأل نفسك سؤال مهم، ليه الطب عندنا في مصر بيعاني؟ في الوقت اللي بيمنح فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أرفع وسام لجراح مصري عالمي. ليه بنعاني من منظومة صحية فيها مشاكل وأطباء مصر وصلوا لأعلى المراتب؟ ليه في عشوائية في البناء وعندنا واحدة من أهم المهندسات المعماريات في العالم؟ ليه بنعاني من فوضى قوانين والمصريين كانوا قدوة في كتابة الدستور؟ ليه عندنا مشاكل فنية في كل حاجة؟ طب إيه رأيكم إن المسؤول عن برامج التأمين الإلكترونية للجيش الأمريكي عالم مصري؟ واللي بيعلم العالم الاستغناء عن المبيدات الزراعية والاستعانة بالوسائل الطبيعية مصري وجدع أصيل، واللي بيصمم أحدث شبكات الاتصالات برضه عالم مصري، واللي صمم أكبر مدمرة بحرية في العالم مصري واسكندراني كمان. قررنا إننا نواصل رحلة البحث في كل بلاد العالم عن أي عقل مصري ممكن يفيد بلده، علشان نثبت لنفسنا وللعالم كله إن مصر تستطيع. استطاع ألمانيا أن تصبر كثيرا على ابن شبرا البروفيسور عيد حسنين، فمنحته جنسيتها بعد 3 أشهر. وبعد 30 عاما من التدريس في 8 جامعات بألمانيا حصل على جائزة أفضل باحث علمي في ألمانيا. لم يكن هذا مجرد صدفة أو منحة بلا مقابل، فالفرعون المصري يعمل في تخصص نادر تتصارع عليه أقوى الأجهزة الأمنية في العالم، إنه علم الاتصال والمعلومات. عالمنا المصري له 52 بحثا علميا في هذا المجال الساحر، ووضع نظام تأمين إلكتروني للجيش الأمريكي، كما وضع نظام تأمين إلكتروني أيضا لوزارة الداخلية السعودية، وتطبق أبحاثه في كل دول العالم من الصين حتى مالي بأفريقيا. الفرعون المصري وضع نظام تأمين للإنترنت يطبق في ألمانيا، وكان له الفضل في عمل أنظمة تجسس حديثة عبر التليفون، وطور أبحاثا مع فرنسا لعمل نظام ذكي في المنازل الجديدة كي تقوم بالتدفئة الطبيعية دون الاستعانة بأجهزة تكييف صناعية. بروفيسور عيد حسنين، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. يمكن احنا بنتكلم مع حضرتك واحنا بمنتهى الفخر، يمكن بنعلن ده على شاشه قناه النهار، انه حضرتك اخذت جائزه افضل استاذ جامعه في المانيا. شكرا جزيلا. احنا فخورين جدا بحضرتك. شكرا جزيلا. ممكن نعرف ظروف وملابسات الجائزه وازاي اخذتها والشروط اللي اتحطت عشان حضرتك تاخد جائزة كبيرة زي دي؟
أول حاجة أنا كنت جاي خايف لحسن يمشوني تاني بسبب أن أنا ما كنتش في مدرسة ألمانية، وأنا زي أي مصري جاي من أسرة فقيرة وكان كل التعليم باللغة الإنجليزية. طبعا أنا أول ما جيت أول 3 سنين في ألمانيا ما كنتش بتكلم إنجليزي ألماني، لكن أنا كنت بعمل سوبرفايزر على الدكتوراه للناس كمان اللي بتعمل أبحاث، وكنت مكتفي بالوضع دوت 3 سنين، وما كانش في دماغي كمان ان انا دارس بسبب اللغة الألمانية ولان انا ما كنتش بكلمها ولا بستخدمها كمان. لكن في يوم من الايام الطلبة حست ان انا لما بشرح بيفهموا، وكانوا فخورين كتير جدا، وهم اللي طلبوا مني اني اقدم محاضرات. انا بقيت مرعوب في الاول لاني اللغه كانت بالنسبه لي غريبه، وما كنتش واثق ان انا هعرف انطق كلمه. اول محاضره عملتها باللغه الالمانيه ما كنتش واثق، وكنت مرعوب مرعوش، وتخيلت ان انا هفشل، وكنت في النص كده عايز اقف وعايز ارجع تاني، عايز اقول لهم انا بعتذر لكم وامشي. لكن انا لقيت الناس مبسوطه خالص، حتى بقيت شاكك في نفسي انا بتكلم ايه دلوقتي، عربي ولا انجليزي ولا الماني. وبعد كده راحوا مسقفين كلهم وقالوا الكلام ده لاول مره نفهمه. وقعدت طول الليل ما نمتش، قعدت بقيت فرحان خالص لاني انا اقدر النهارده اخد ساعات محاضرات وايبنج واقدر اديها في المانيا ما كنتش متخيلها في الاول. بعد كده بدأت اطور نفسي طبعا مع ملاحظة نقطة ضعف عندي او اللغة الألمانية، ودي خلتني اركز في التحضير اكتر من المعتاد. مع التركيز الناس بدأت تلاحظ ان المستوى العلمي عندي مختلف، هو يمكن كمان ان انا كنت بركز في التحضير خالص لان انا كنت خايف من اللغة، ومع الايام بدأوا يعلوا صوتهم يقولوا احنا عايزين محاضرات تانية، عايزين ساعات تانية. وفي ناس كان عندهم مرة واحدة في السمستر 4 ساعات وصلت ل44 ساعة بسبب طلبهم أكتر من مرة، عايزين كمان الراجل ده بيشرح كويس خالص، احنا أول مرة نفهم يعني إيه سوفت وير، يعني إيه بروجراميرنج، يعني إيه داتا بانك، يعني إيه ماتيماتيك، يعني إيه فيزيك. وبدأت أشتهر في الأخير، ولازم تعرف أول محاضرة كان عندي 50 طالب كانوا جايين بس يتفرجوا، آخر محاضرة كانوا حوالي 5000، يعني كان الناس بتلم بعض بس عشان تسمع منين جه الماتيماتيك، عنصر الماتيماتيك منين. الناس دي بدأت فور دي بروجراميرنج. أنا طبعا قلتها بطريقة عادية خالص سهلة لأي حد يفهمها، وكنت بخاطب طبعا الناس اللي هم في المجال البروجراميرنج شتارك أقوياء، خشية إن هم يجي لهم ملل من المحاضرة، للمحاضرات أحيانا بتصل ل4 ساعات. مع الأيام اسمي اشتهر خالص، وبدأت الجامعة تحس، لأني لما يقولوا بس اسمي حسنين تبص تلاقي كل الهرزل اتملى طلبة، وأحيانا كمان دكاترة ومعيدين، وكله كان بيستمتع، كانوا هم يعني يقولوا ان هم بيستمتعوا بالمحاضرة وبطريقة التدريس وكمان المحتوى العلمي اللي فيها. ومع الأيام وصلت سمعتي للسماء، فأنا كأجنبي أخذ الجائزة ديت الحقيقة قعدت أعيط أسبوع كامل، لأني كنت وسط أفضل بالفعل أفضل أساتذة الألمان ومن الناس القدام والناس اللي بقالهم 40 سنة بيدرسوا 36 سنة بيدرسوا، وكانوا مشهورين عنهم برضو بالجودة، لكن أنا وسطهم إن هم يختاروني كأفضل كان بالنسبة لي غير متوقع الاختيار، وقعدت اعيط يمكن ما نزلتش مصر خشن الناس تشوفني بعيط. حضرتك كم اعتقد من ضمن الاسباب الجائزه ان حضرتك حطيت نظام
لتطوير التعليم هنا او نظام تطوير التدريس والتعليم في المانيا؟ انا كنا في كوريا وانا اندهشت ان كوريا متحضره عن المانيا كمان. كوريا كانت العالم الثالث. لازم تعرف ان المانيا حتى لو كانت هي اغنى دوله في العالم هي بتخص العالم الثاني. انا واقعي ولا لكوني يعني احمل الجنسيه الالمانيه ان انا احاول اقول او ادعي ان احنا يعني هنا في المانيا العالم الاول. لسنا العالم الاول حتى لو تشوف هنا جنه، لكن احنا العالم الثاني. انا لما كنا في كوريا انا بصيت لكل واحد كان بيبص على التعاون العلمي، انا بصيت لحاجه ثانيه، بصيت ازاي كوريا من العالم الثالث للعالم الاول وصلت. وصلت بوضع برامج تعليمية مختلفة ونظام امتحانات صعب جدا، ولا أول حاجة بتختار الأقوى، تاني حاجة حطت برامج صعبة جدا في التدريس ومناهج تعليمية حديثة جدا. وتشوف حضرتك النهاردة كوريا مسيطرة على كل التلفزيونات لأن هي جزء من أبحاثي هي معهم. وأنا لما رجعت ألمانيا على طول رحت مفكر إن أنا أطور التعليم هنا كمان بتشجيع من رئيس الجامعة. أنا اتطورت السمستر اللي فات الانفورماتيك وده دي ساينس كمبيوتر ساينس، طورته اول حاجه خليته مش بالالماني اللي هو نظم معلومات انفورماتيك في علوم الكمبيوتر غيرته خليته مش بالالماني بالانجليزي، لان انا حسيت انه طول ما هو بالالماني الطلب عندهم نقط ضعف في فهم حاجات كتيره في الكمبيوتر. وكمان حاجه في البروجرامير لما بيكتب بروجرام بيقعد يدور على الكلمه نفسها، ولهذا انا لغيت في القسم عندي اللغه الالمانيه خالص واعتمدت على اللغه الانجليزيه. وبعدين طورت في طرق الميثود في طريقه التكنيك ان الطالب يفهم. بدات في طرق تانية، عملت ازاي يعمل برنامج عن طريق افلام، يعني عملت افلام مع الموسيقى، حتى عملت افلام كرتون زي الاطفال، عملت لهم موسيقى لطالب الجامعه عملت الموسيقى تبدا موسيقى اطفال وبعدين ازاي بيعمل برنامج. عملت كده كان واحد بيحكي قصه بسيطه، انا عايز اطبخ بس الطبخه بتاعتي مش معناها انا هعمل مسقعه، لكن انا هعمل برنامج مثلا يراقبك او برنامج يعمل الساعه او برنامج يعمل بروجرامير يعمل الكالكوليتر اوتوماتيك. عملت طبعا دي حاجات فور دي المبتدئين بالبرامج. وكنت بعمل البرنامج نفسه عن طريق قصة كده فكاهية. وأنا لاحظت أن الطلبة كانت أكبر مفاجأة ليا، الطلبة اللي هم كانوا ضعاف جدا هم وكانوا عايدين الكمبيوتر ساينس ده مرتين، أن هم أكتر ناس عملوا اتطوروا في البرنامج البرامج بطريقة سريعة أنا نفسي ما تصورتهاش. أنا عملت تيست، عملت اختبار، قلت لهم ان انتم المره الثالثه لازم تعملوا برزنتيشن، وفوجئت ان هم كانوا شطار خالص وما كانش عندهم اي مشاكل في انهم يبرمجوا. ومن هنا عرفت ان التحديث اللي انا عملته ان انا بخاطبه عن طريق الكرتون، ان انا ودي طريقه ناجحه. وان كانت حد بيقول لي مثلا دول جامعيين، لكن الحقيقه بعد جامعيين لما يكونوا بيعملوا حاجه جديده زي البروجرامينج بيبقى متهيئ مثلا انه اول ما هيفتح البرنامج مثلا هيراقب كل الدنيا او هيبقى جاسوس وده هيعمل لعب، لكن هو دي بتبقى الصدمه الاولى لو انت ما استوعبتهاش كاستاذ جامعه، الطالب بيضيع منك. والتطوير اللي حضرتك عملته ده تم اعتماده وده السبب او احد الاسباب كمان ان هما اختاروني كاحسن استاذ جامعه.
تخصص حضرتك هو يعني تخصص نقدر نقول عليه يعني نادر مش متوفر كتير، وهو الاتصال والمعلومات. أيوة. ممكن حضرتك تفهمنا يعني ايه استاذ متخصص في الاتصال والمعلومات؟ الكوميونيكيشن انا عملت ابحاث كتيره في مجال الاتصالات والسكيورتي في الاتصالات وتقويه الاشاره عن طريق الفايبر جلاس اوبتيك. طورنا في مد الفايبر جلاس اوبتيك بدون اي مشاكل في نقل الاشاره وتضعيف الاشارات في الفايبر جلاس كيبل، والسكيورتي المتعدده في الفايبر جلاس كيبل لان هو برضه هو نفسه انواع متعدده. في مجال المعلومات مع التطور جت حكايه الانترنت والكمبيوترز، فبدات طبعا ان احنا بداوا ان هم يركزوا معانا في الابحاث في حكايه اللامبروب، انك انت تتصل من مكان لمكان عن طريق الانترنت بدون مشاكل اذا كان برايفت أو عام. وبدات مشاكل طبعا السكيورتي، وانا تخصصت في مجال السكيورتي نتورك اللي هو تامين هنا الشبكه وتامين النوع ده من الاتصالات بحيث انه ما يبقاش فيه تجسس عليه من طرف اخر او اختراق. مظبوط. ولكن للاسف انا في الجانب الثاني، انا بفتح كل مجالات السكيورتي اللي التانيين بيعملوها، انا تخصصت في مجال ان انا اخترق كل السكيورتي اللي هم عاملينه، واحنا هنا بنخدم بعض الاماكن مش عارف ما اقولش، لكن خلينا اقول بشكل واضح انه يعني اعتقد انه دي معلومات مسموح بنشرها، انه حضرتك وضعت نظم تامين ليها علاقه بالجيش الامريكي مثلا. هو اصلا بيستخدم في الداخليه والاغراض العسكريه. مش عاوزين ندخل في تفاصيل، لكن بعنوان عام نظام التأمين اللي حصل هو ما فيش اصلا. طالما انت في بتستخدم الكترونيكس في اكتر من مجال او تليفون، ما ننساش هزيمه 67 كانت بسبب رعونه الاتصالات، وكلنا عارفين قصه ليبرتي وان هي عرفت عن طريق الالكترومغنيت ويفز كل اشارات بتاعتنا تلقطها واستخدمتها استخدام جيد ضدنا، وكانوا بيتكلموا معانا كانهم ضمن الجيش المصري. وطبعا الجهل. ثانية واحدة يا فندم، احنا محتاجين النقطة دي نفهمها بشكل واضح، انه 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 احد اسباب هزيمة 67 انه كان في تجسس على الاتصالات. ايوه ده هما كانوا داخلين في الاتصالات. طبعا الجيش كان بسرعه تقريبا بدا كابل مد كوابل من الجزء الام لسينا، وكان على عجل، وكان ان طبعا الجهل بي 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 بالمعلومات ديت. وانا اعتقد كمان ان مش كل الجيش عنده المعلومات الكافيه ليفهم ان في حاجه اسمها الكترومغنيت ويفز. اكتر ابحاث انا عملتها كانت في المملكه العربيه السعوديه، واثبتنا ان على بعد 180 كيلومتر يعني عايز مكان ثلاث مرات كبير عن سينا، وبرضه هتعرف توصل لها ويتم الاتصال كانك بتتصل جنبي او في نفس الكابل. يعني المساله بس بتبسيط شديد ان هم كانوا الامريكان عندهم القدره ان هم يتجسسوا عليك لحد ما يتجسسوش، هم خدوا الاشاره على النظام بتاعك بتاع الاشاره على بعد 180 كيلو، واي يهودي مصري عادي يتكلم معانا يتكلم فيسربوا الرسائل. هم عارفين كل حاجه، ما انت بتتكلم روح هنا روح هنا، فكانوا هم عارفين كل حاجه عننا. هم كانوا عارفين كل تحركك بكل حاجه، انك انت بتتكلم في تليفون، التليفون ده مسموع ليه ومفهوم ليه، وكان ثانيه بثانيه، ما كانش لا ساتليت ولا الكلام ده، كان كلام عادي انت بتتكلم وهم بيلقطوه. وكانوا بيدوا اوامر للعساكر، وكانوا يدوا الاوامر للانسحاب الاختراق الالكتروني اللي تم ده. ايوه.
ده اكبر الاسباب الرئيسيه. للاسف الشديد طبعا الواحد كان بيتالم وهو بيدي بيخش في تفاصيل ديت، لان انا كنت اتمنى طبعا ان انا اكون بالغ، ده ايام انا كنت لسه طفل وكنت اقدر احمي بلدي. النهارده للاسف اعرف ده، لكن انا خارج مصر خالص. انا اتمنى ان التدريب بالجيش والشرطه لازم يبقى على اعلى مستوى، ان هم يجونا هنا المانيا ونعلمهم على احدث الاجهزه، ويبقى في تعاون علمي ما بين الجامعات والاكاديميات العسكريه والشرطه او الشرطه والشرطه، لان الاجهزه دي بتتطور كل ثانيه، ولابد يكون عندنا كوادر او متفتحه مش مره ويرجع لكن دائم. انا ادعو كل رؤساء الجامعات المصريه ووزير التعليم العالي ان هو يحضر هنا المانيا بالناس ديت، ويعمل اتفاقيات زي النهارده كل ويست افريكا، وانت عارف حركه انا مستعد اثبت لك، عاملين اتفاقيات ان هم 20 طالب و40 طالب الصين كمان، احنا ممكن هم عاملينها عندي في الجامعه، ممكن احنا نعملها في كل الجامعات الالمانيه، فنخفف اول حاجه الضغط على الجامعات المصريه. تاني حاجه وبعض الجامعات المصريه ما تنساش ان هي متهالكه، ما عندهاش المعامل الحديثه، لان ما فيش فلوس، احنا مش هيجي من يوم وليله نبقى اغنياء ونضحك على نفسنا ونقول احدث ومش احدث. حتى لو النهارده انا بعت ليكم احدث الاجهزه، بعد شهرين مش هيبقى احدث. النهارده لما لازم عندنا كوادر تعرف تشتغل وتطور وتعمل الناس دي، لازم تيجي دائم دورات كامله يا سيدي، ابعتهم وندربهم لك احنا على احدث طرق الدنيا كلها. مش عايز اقول لك التجسس ولا فئه من معلومات، ابعته لنا ونعملهم لك ببلاش يا سيدي، ونجيب لك ناس ثانيه ونجيب لك معامل، لو انت عايز نبعت لك معامل نبعتهم بالمعامل اللي هم هتدربوا عليها. انا بدعو كل رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي انهم يهتموا بالشعب المصري. ايها الساده، شعبنا فقير وما بيستحملش انك انت ناس تعمل مظاهرات وتكسر في المعامل، مين اللي هيجيب الكلام ده؟ البلد ما فيهاش فلوس. كمان حاجه انا اتمنى ان كنتم تهتموا بالبلاد زي الدوله اللي احنا فيها دي المانيا، الدراسه هنا مجانيه، ليه حضرتك ما تعملش اتفاقيه ان الشباب يجوا هنا؟ في شباب بتدفع 10,000 في الجامعات الوهميه الخاصه، 10,000 دولار ولا سليني في مصر، يا سيدي هنا ما بيدفعوش حاجه. وكمان حاجه، في حاجه اسمها بافق، في حاجه اسمها مساعدات انسانيه، في حاجه اسمها في حاجات كتير. فهنا في فلوس، ان الشباب ما بيجيش هنا، ما فيش حد هنا بيموت من الجوع، والا ما يبقاش اي واحد متغرب. في حد بيجي من افريقيا معاه فلوس؟ هم معاهم فلوس اصلا في بلدهم؟ حضرتك لما تيجي هنا وتعمل اتفاقية هتقدر تنفذ 20 مكان، تحجز 20 مكان للطلبة المصريين عن طريق حضورك هنا واتفاقيات علمية. حتى لو تقول تبادل علمي، في حاجة اسمها أراسموس، في حاجة اسمها تبادل علمي غير خارج الأراسموس. حضرتك لما تيجي هنا وتعرض على الجامعات الألمانية تقول والله أنا عندي 20 طالب للجامعة دي، 20 طالب للجامعة دي، فلما نكافح وهفضل أنا معاكم ونكافح في كل جامعة، مش معناها إن في جرانتي، لكن في كفاح، كفاح علشان الشعب الغلبان ده، عشان العالم اللي هي الدور الثاني والثالث. احنا ما عندناش جامعات، لا اعتقد ان احنا عندنا جامعات تستوعب الاعداد الرهيبه في الثانويه العامه وعاد الثانويه العامه، والناس اللي حجينا من ليبيا، والناس اللي حجينا من العراق، والناس اللي بتيجي من المناطق ديت. فلابد ان احنا كمان نفكر ان احنا نستفيد ما فيش شعب ما بيستفيدش بالقدرات اللي هو عنده. احنا قدراتنا عدد السكان، ممكن نستفيد من النقطة ديت ان احنا نبعت عدد السكان المتميزين، شعبنا المتميز في كل انحاء الارض، هو هيرجع لنا برضه بطاقة تانية وبصورة تانية، وناس هتقدر تفيد البلد في حاجات تانية. يعني احنا بنتكلم على بعثات تنويرية شبه البعثات اللي حصلت في عهد محمد علي، ان احنا نبعت طلبة يشوفوا العالم وصل لحد فين عشان يرجعوا يطبقوا ده في مصر. يعني نماذج في كذا مجال.
اول حاجه انك تعمل تبادل علمي اراسموس سمستر واحد، لو يعني الشاب حابب اهله قوي وخايف على اهله قوي، ممكن قوي يقعد الثلاث سنين يعمل الباشلر هنا، الباشلر ثلاث سنين، تشوف انت هتعمل ايه عشان يبقى معتمد في مصر، لان احنا خمس سنين، فانت تشوف ايه اللي عايز تعمله، تطلب من الجامعات تعمل ايه للطالب ده، تربط دوت مع الماجستير ويعتبر في مصر مثلا بي اس سي، انت حضرتك تيجي هنا وتدرس الانظمه وتشوف ايه اللي هيحصل. الناس هنا عقولها متفتحه لكل اقتراح، وممكن احنا نستفيد بالجانب ده، ان الطلبه تيجي هنا تعيش وتشتغل وتفيد اهلها بمصر، وده هيبقى ريسورس تاني للفلوس. ولازم تعرف تأشيرة المانيا من اصعب ما يمكن، لكن عن طريق التعليم سهله. وده متاح، ده لو وزير التعليم او ورؤساء الجامعات. بس حضرتك قلت جمله يعني حسيت فيها انك بتقولها بمراره، قلت ادعو رؤساء الجامعات ان يتواضعوا. احنا عندنا رؤساء الجامعات للاسف الشديد وكانهم في عالم تاني. يعني حضرتك شوف، انا النهارده لو هنزل القاهره واقول انا عايز رئيس جامعه القاهره، صدقني مش هقدر اقابله، ولو حتى خدت ميعاد بعد 10 سنين واكون انا مت 10 مرات مش هعرف، لان الناس هناك قيمه علميه كبيره زي حضرتك ما تقدرش تقابل رئيس جامعه القاهره، ولا 20,000 فوقي كده يعرفوا، لان هم الالاطه واخداهم، والسكيورتي والهايليجا ماريا، هم الناس دي هي اللي بتقرر انك تاخد دكتوراه ولا لا، هم اللي بيقرروا في النهايه تاخد ماجستير ولا لا، هم اللي بيقرروا كذا، فالناس مرعوبه، هم اللي بيقرروا المراكز تاخد مدير ولا عميد ولا كذا. طبعا حتى النظام الجديد ما بقاش بالانتخاب، ده دلوقتي بالتعيين، ففي حاجات كتير هم هيقعدوا يبوسوا ايد الناس دي وكانهم آلهة، وناسيين ان في مشاكل تانية، في الناس بتتطور. انا قلت مثال زي كوريا النهارده مسيطره على الكره الارضيه، لان هي عملت انظمه، فكروا بجديه وحاده. احنا محتاجين مش ثوره نقف في التحرير، ده كلام بقى يعني انتهى، عايزين نبص لبناء البلد الغلبانة دي لمصر ونساعدها. كل شاب لازم يفكر ازاي انا ابني البلد دي. انتم كشباب فكرتم، وانتم النهاردة بتقدموا نقطة، اتمنى كل شاب مصري يبقى زيكم كده، حاجة تشرف ان هم يبنوا البلد دي، واتمنى من رؤساء الجامعات انهم يتواضعوا، واساس الجامعات انهم يتواضعوا ويهتموا بالتبادل العلمي، ويكبروا تلامذتهم ويبعتوا تلامذتهم، اذا كان جزئي او ان عدد سنوات او دائم، حتى يجوا هنا يقعدوا يدرسوا. المجال هنا مفتوح، البلد هنا برضو وان كانت من افضل دول العالم في التعليم، لكن لسه مجالات كتيرة ولسه معاهد عليا فيها نقص شديد جدا للمدرسين، وانا اعتقد احسن مدرسين الكرة الارضية هم المصريين. ابن شبرا الدكتور عيد حسنين، البروفيسور عيد حسنين، لما ياخد جائزة أحسن مدرس جامعة، أحسن
أستاذ جامعة في ألمانيا، وطبعا دي بالتبعية بتبقى أحسن باحث علمي. يعني ده شيء يعني يدعو للفخر وبيؤكد كلام حضرتك. يعني حضرتك على مدار 47 سنة غربة زي ما بنقول، يعني عملت 52 بحث علمي مهم جدا في مجالات شديدة التخصص، شديدة السرية، منها نظم تأمين، نظم اختراق، نقدر نقول عليها نظم تجسس في بعض الأحيان. طبيعة شغلك فيها خطورة شديدة. طبيعة شغلي طبعا فيها شديدة، لأن احنا بنطور برامج يوميا مع الشركات الكبيرة هنا. هم ما بيحبوش طبعا الحاجات دي تصل لإيد دول العالم الثالث بوجه عام. عقودي كمان بتحذر عليا الكلام دوت. كمان أنا ممنوع أكسب أي فلوس خارج الجامعة. هم حاطين عليا أنا قيود بالأخص أكتر، لان انا هم شايفين ان انا بشتغل كتير. كمان حتى صحيا حاطين عليا شروط ان انا ما اشتغلش اكتر من 18 ساعه في الاسبوع، لان هم بيشوفوني كل يوم في الجامعه، وهنا في انظمه ما بتسمحش الاستاذ جامعه اكتر من 18 ساعه. ففي حاجات بحاول اتجنبها، ويعني ده سبب في ان انا ما بقدرش اساعد مصر مباشر. لكن في مشروع احنا النهارده بنعمله هنا مع الشركات الفرنسيه في مالي، وهو سمارت انرجي. وانا اتمنى ان احنا خلصنا منه، وقبل ما يحصل اتفاقيه كمان وبعدين يمنعوني كمان من استخدامه في مصر، اتمنى ان احنا نستخدمه في مصر. انا عارف اكيد انه جايز يكون وصل لمصر عن طريق فرنسا، او جايز يكون لسه، لكن سمارت انرجي هي لحفظ الطاقه، بتعتمد على جزئين اساسيين. هي تغذية البيوت الحديثة. للأسف الشديد ما نقدرش نمشي على البيوت اللي هي اتبنت خلاص، لأن اللي هي بتبدأ القاعدة من الحتة دي. بتعتمد على قسمين. القسم الأول هو توليد الطاقة الحرارية عن طريق باطن الأرض، ودوت بيساعد، دي أجهزة مش غالية التكاليف، بيساعد على تدفئة المنزل، تدفئة المياه، بتبقى تسخين المياه. دي جزئين اللي هو بيعملها. فانت حرك مش محتاج لأي حاجة، انت بتاخد درجات الحرارة زي ما انت عايز في درجة المياه. والجزء الثاني احنا بنستخدم أشعة الشمس في توليد الكهرباء. الأنظمة الجديدة بتخليك لو انت حتى يوم واحد شمس. خلينا في نظام هو الأولاني، انه حضرتك بتحط أجهزة في البيت العادي، بتبني مع البيت أجهزة تحت الأرض، بتعمل تدفئة للبيت، تعمل تدفئة للبيت وتدفئة للمياه كمان، وبالتالي أنا مش محتاج تكييف في الشتاء خالص. خالص بوفر طاقة. ده خالص. وده تكلفته قد إيه الجهاز ده؟ كل السيستم دوت هو سيستم متكامل، لأن هو أنت بتاخده تحت البلاط لكل البيت، لأن هو برضه بيزنزور حسب درجة الحرارة. هو حوالي 100,000 جنيه. العمر الافتراضي يبدأ من 35 سنة ل 50 سنة. واحنا هنا عاملينه عملي، عاملينه على مستوى صغير، لكن انت ممكن تستخدمه في الفنادق، ممكن تستخدمه خصوصا الفنادق اللي هي بتبقى في نص الصحراء، وممكن كمان تستخدمه في البيوت الحديثة. انا حسب دراستي للمواقع الاستراتيجية في مصر، اعتقد من بني سويف لأسوان الحاجات دي هتمشي كويس، لان احنا طبقناها في مالي ونجحت. وانا اعتقد هو نفس الاجواء في الارض والشمس في مصر، تبدا من بني سويف او بعد بني سويف بشويه لغايه اسوان. يعني حضرتك عملت البحث ده والفرنسيين اخدوه منك دلوقتي؟ يعني هما احنا بنعمل معاهم، بس انا الجانب العملي العلمي. هما شركه تنفيذيه بس. والغريبه انه الفرنسيين نفسهم بعد كده بيروحوا يصدروا لنا احنا في مصر الطاقه. أيوة. دي ومحدش يعرف انه عالم مصري هو اللي عمل ده. أيوة. يعني ده مش انا بس، دماغ يعني في حاجات كتيره، مش أنا بس، يمكن حاجة كتير. إحنا النهاردة كمان ألمانيا مجبرانا على إن إحنا كل أستاذ جامعة جزء لما أنت شارب السمارت أنرجي. ده الفرق بيننا هنا وبين مصر، إن هم كل ما يلاقوا حاجة حديثة بيدفعوا لها فلوس، احنا بناخد كمان فلوس جانبية لما نشتغل في الأبحاث اللي هي ممكن توفر الطاقة.
حضرتك يعني في نقطة أو في بعض الكلام وإحنا بنحضر مع بعض، حضرتك قلتولي باستفاضة هو عالم، يعني هو عالم ساحر جدا ومليان كتير من الخيال، يعني اللي هو ليه علاقة بفكرة التجسس عبر الكمبيوتر والتجسس عبر التليفون، وإنه الدنيا كلها بقت مفتوحة وإنت قاعد فاتح تليفونك ممكن واحد يبقى شايفك وسامعك. أيوة النهاردة في عن طريق الهندي ممكن واتساب بتيب سيستم اندرويد كنا تقدر تعمل برنامج مدته 10 دقائق، يعني تكتبه في 10 دقائق وتقدر تراقب اي واحد عايز تراقبه. وهم هنا تجسسوا كمان على اعلى مكان على كل الحكومه الالمانيه، الامريكان تجسسوا هنا، لان انا اكتر من مره طلبت ان الانظمه التعليميه تتغير، وده اللي انا هعمله السمستر الجاي او السنوات القادمه هنا في المانيا، ان انا هغير كل الانظمه ديت، هجبر الطلبه بعض الطلبه ان هم يقوموا بدراسه هذا المجال. حتى هذه الساعة ما كانش عندي الإمكانية ديت، لأن كان عندي مواد تانية. أما النهاردة لما أسمع إن يتجسسوا على ألمانيا وإحنا مش عارفين نعمل لهم، هنا الألمان مش عارفين يعمل لهم حاجة، لأن المهندسين زي أي بلد، لو الأستاذ الجامعة كمان مهتمش بالطلبة، الطلبة ما بيهتموش، بيهتموا بالفلوس، بيهتموا بمراكز خيالية وهمية اللي بتدي أكتر، لكن ما بيهتمش إن هو يطور تعليمه. هي هنا زي في مصر الناس بس تسأله يقولك أنا بروجرامر، طيب عملت إيه بروجرامر؟ يقولك أنا بعرف أكتب جواب. يعني هو مفكر لما يكتب جواب يبقى كده بروجرامر. هنا كده نفس الشيء في العالم كله، الشباب مغرور او مخدوع بكلمه بروجرامر، انما في واقع الامر بروجرامر كلمه صعبه محتاجه سنوات عديده انك تركز فيها زي لعيب كوره. مش معناه انك انت شوت وجبت كوره جون انك انت بقيت لعيب كوره، لازم تقعد تتدرب كل يوم في تدريب كامل. البروجرامر نفس الشيء. كانت طبعا فضيحه كبيره اللي هي فضيحه التجسس الامريكي هنا على المانيا وتنقلتها كل وكالات الانباء، والمانيا احتجت رسميا على اللي حصل. طب لما امريكا قدرت تتجسس على المانيا، مصر تبقى في الوضع ده ايه اللي؟ لا في مصر ولا هنا، لان مصر كده كتاب مفتوح بقى، كله كتاب مفتوح للاسف الشديد، مفيش حاجه اسمها اصلا في الانترنت سكيورتي. احنا بنتكلم لما تقول انا بعمل فاير وول وبعمل ده كلام مع بعض ملوش، ولا باسفورد. النهارده حضرتك لو تشتري مجله كمبيوتر هتلاقي فيها يمكن 200 بروجرام بيعمل الباسورد تشوفه، يعني ما بقاش. والنهارده برضو الواتساب بتقدر تنزل واتساب وتكتب رقم التليفون التانيين بقى بتاعك، كل ما يتكلم تسمعه، تفتح الكاميرا بتاعته بقى بتاعك النهاردة بس. ده حقيقي، ده فعلا واصبح في متناول الناس، في متناول حاليا كمان. ده من المناهج اللي انا بدرسها كمان. انا في كتير اعترضوا على ان انا ادرس كل الاوبريتنج سيستم، انا ركزت السنه السمستر اللي فات ده وكان في رد فعل هنا مضاد. انا قلت لا، لازم الطلبه تدرس بتيب سيستم لمايكروسوفت، بتيب سيستم اندرويد، لينوكس، يونكس، كل ديت لازم تدرس عندي، ومفيش طالب هيتخرج من عندي انا قلت لهم لو الاوبريتنج سيستم ما كانش متكامل. لان انا ما اندحكش عليك يا عبيط ان واحد يعمل برنامج ويشوف لازم على الاقل تبقى زيه، لازم على الاقل تعرف انا دلوقتي ليه بيتحرك البتاع ده في جيبي عمال بيب بيب ليه؟ لان في واحد بيشغل الهاند بتاعي. النهارده ده في متناول، وانا عايز اقول لكل واحد ما لا تثق في الانترنت، ما تعملش بنك اونلاين، ما تحطش اي باسورد او كريديت كارت او اي نمى، او كمان لما تتكلم في تليفون تبقى حريص، التليفون مسموع، الانترنت متشاف وكمبيوتر بتاعك متشاف. كل الاجهزه كمان اتبنت النهارده على الوايرلس، ما تقدرش النهارده تقول
انا الجهاز بتاعي لكن حدش يقدر يجي عليه. ده كلام خايف. نعمل ايه لما كل لما انت كده يعني على الهوا يعني نعمل ايه؟ تقدر انك انا في رايي الشخصي انك تعلم الناس حتى الناس العاديه انك تعمل لهم كورسات في الكمبيوتر مسائية توضح لهم ان انا ازاي اشوف التاني. هو ده الحل. يبقى انا عارف انا كمان انا اقدر اشوف التاني وهو شايفني، يبقى انا عارف بالظبط احسن استفيد ده من الكلام ده. ان انا اعمل اتصالات خلال الشركه لوكال اير نتورك او اي حاجه اعملها، ان انا استفيد بصوت وصوره خلال تليفوني خلال الشركه استفيد بيه. يا يعني احنا وصلنا لمرحله انه انت ما تقدرش تحمي نفسك من التجسس. تقدرش. الحل الوحيد انك تتجسس على الشخص اللي بيتجسس عليك. تستعمل ما اسمهاش تجسس. تستعمل الخدمه دي لان اللوكال النتورك بوجه عام اتخلقت علشان التاني يتصل بالتاني، ما اتخلقتش عشان واحد يستخبى من التاني. حاله من الاثنين، يا تقطع الاتصالات وتحاول بقى تعمل كمان حاجه انك تعمل ألف حاجة علشان ما يبقاش الكترومغنيتيك ويفز منبعثة من الكمبيوتر بتاعك، يبقى أنت في حماية. حتى دي حتى لو أنت قلت أنا مش عايز كابل، مش عايز كابل لوس، هقطع كله، هو مش مستحيل. حتى لو عملت ده ونجحت وجبت ماذر بورد عملته خاص بيك وقلت لا لا أنا هقطع ده وهقطع ده، برضه أنت مش شايف. بروفيسور عيد، حضرتك برغم كل المميزات اللي اخدتها هنا من المانيا وبرغم كل اللي حضرتك عملته في مشاريع في معظم بلاد العالم وابحاث علميه واختراعات تم تطبيقها في العالم كله، لانك وحضرتك قاعد معايا هنا ومن ساعه ما قابلت حضرتك طول الوقت بتقول انا مصري، انا اجنبي هنا، انا يعني الوطن جواك ما اتغيرش. يعني الوطن ما اتغيرش، لكن للاسف الشديد انا لو اجي النهارده اقول لمصر انا عايز ابقى مصري قوانينهم خايبه. يعني انا ما قلتش لالمانيا انا عايز ابقى الماني، هم اللي جيروا يراي. كل يوم كان بيجي لي جواب انت يحق ليك الجنسيه الالمانيه، الجنسيه الالمانيه فيها الفوائد كذا وكذا وكذا. انا لو رحت لمصر وقلت لهم انا عايز ابقى مصري يقول لك لا احنا لازم الاول نعاقبك. ايه اول حاجه؟ لازم تقعد في مصر دي 5 سنين، وبعد كده لازم تعمل كذا، وبعد 5 سنين نديك الجواز. فانت الفرق كبير. هنا اول ما جيت ادوني انت فرقك ان انا قعدت سنين، ده انت عارف بعد اسبوعين هم اللي جاوا ورايا وجاري وقالوا لا انت 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 راجلنا احنا هنديك. فادوك الجنسيه بعد قد ايه من وجودك هنا؟ ما كملتش حاجه. انا اصلا اول ما جيت ادوني كنت واخد تاشيره 3 شهور، وبعدين لما جيت اقدم على الدائمه قال لك وليه دائمه؟ خد الجنسيه بعد 3 شهور. مش ما كملوش كمان سعادتك؟ يمكن عشان تخصصك الصعب. والله بقى انا ما شوف سعادتك، لان هو عاده في الكره الارضيه 3 سنين. يعني اي واحد باحث في الكره الارضيه في اي دوله بيحفظوه في عينيهم، بيحفظوه في عينيهم. شفت البيت اللي عندي؟ اقدر اعيش الكلام ده في مصر؟ حد استاذ جامعه يقدر يعيش الكلام ده في مصر؟ دخلت انت في النهارده انا عندي فلوس تبني جامعات، النهارده انا مش خايف، النهارده انا اقدر امشي ولا حاسس. اول ما تحط سعادتك تقدر تفيد بحاجه تلاقي كل الدنيا واقفه في صفك. لكن برغم كل شيء
ملاحظ انه بعد 47 سنه لهجتك زي ما هي، لان انا بنزل انا من 15 سنه كنت عايز انزل مصر دائم، فكان اتجاه صعب جدا عليا، فقلت طيب اعمل ايه، فقررت ان انا انزل الست شهور مصر وست شهور اقعدهم هنا. انا بنزل طبعا هما هنا انا بقعد حوالي 7 شهور لان السمستر شهرين ونص 3 ولازم اصحح، وبرضه شهرين ونص 3 فبقعد حوالي 7، وبنزل مصر الفترة، لان لو ما كانش حركة النهاردة ديتني معاد انا لسه راجع من مصر. لكن انا من 15 سنة انا كسفت، لقيت الناس مش فهماني. طبعا انا كنت متعمد ان انا انسى اللغة المصرية، كنت متعمد، لكن انا كسفت على نفسي اني ابقى صعيدي وبتكلم بلهجة عربية مكسرة، فيعني شعرت بالخجل. واللي حصل من 3 سنين في مصر من الدربكة ديت خلتني اقرا الجرايد كلها يوميا. كنت الاول ما اقراهاش خالص، ما اعرفش حاجه. يمكن تقول لي انا لما نزلت القاهره من في فبراير بعد السمستر اللي فات ما عرفتهاش. انا شفت عماد الدين ده مكسر، ايه يا شباب ايه اللي حصل لكم تكسروا في الشارع العظيم ده التاريخي؟ انا كنت مفكر مثلا هيجي وزير الاثار، يا وزير الاثار، ويعملوا شارع عماد الدين ده مثلا يحيوه، يبقى دخوله بفلوس. لقيت بتاع كده مدغدغ، وبعدين لقيت نفسي في نصه. فبقول لهم الشارع ده شارع ايه؟ ده انا فاكر ده شبه كده شارع عماد الدين، بس ده مش شارع عماد الدين. قالوا لي لا ده شارع عماد الدين. ايه يا شباب اللي حصل لكم تكسروا في البتاع ده؟ في شارع تاريخي، سعادتك ده شارع تاريخي، كان سينمات وتئاتا وكان فخر مصر في يوم من الايام. ليه الشوارع دي سعادتك ما تتعملش كمتاحف؟ هنا يشوفوا لو بيت واحد البيتلز عاملينه متحف، بتاع دورين كده في انجلترا عاملينه متحف، الناس بتدفع فلوس قد كده عشان تخشوا في البيت اذا كان عايش ازاي. ده تاريخنا، ده تاريخنا، كسرناه وبهدلناه وما فيش سينما واحده مفتوحه، والشارع مدغدغ وريحته معفنه وتحول لتواليتا. ليه بنعمل كده؟ وفين محافظ القاهره ومش محافظ القاهره؟ وبعدين الناس اللي بتقف في نص الشارع كده بالدراع بالفتوانه، يعني فين الشباب المصري العظيم اللي يشيل الناس دي بايديها ياكلها؟ حضرتك بتتكلم محموق كده من جواك، كانك عايش في البلد بتاعتنا ونفسك تعملها حاجه عشان تتغير وتبقى احسن. حضرتك انا كنت في فبراير حاولت ازور بعض اصدقائي في القاهره، كنت في الغردقه، ركبت الطياره من الغردقه رحت مطار القاهره، خدت تاكسي، واول ما شفت القاهره اتخضيت. حرك تنزل التحرير والمنطقه اللي حواليه دي، مش عارف اسمها ايه، باب الايه ولا باب الوايلي ولا حاجه زي كده، تبدا من رمسيس. سعادتك ما عرفتش امشي متر ونص، يعني كل ما امشي متر ونص كنت هموت فيها. وحاولت، قلت طيب بكافح على امال الناس دي عايشه ازاي. حضرتك لازم، دي بلدكم، ما انتوش عايشين في ده، سيبوني انا، دي بلدكم انتوا عايشين فيها، ليه انتم ما تنظفوش البلد دي؟ صدقني حضرتك بدل ما يمشوا بمظاهره والكلام العباطه دي، كل واحد يعمل مظاهره تنظيف ويمسك معاش يا سعادتك وينظف القاهره ديت، يلمعوها كده ويثبتوا ان احنا شعب اصيل، الشعب المصري المتحضر، احسن شعوب الكره الارضيه، والشعب الشباب المصري من احسن شعوب الكره الارضيه. ليه بنضحك علينا بشويه فلوس من قطر ومبهدلين البلد، مكسرين السينمات، مكسرين الشوارع في همجيه؟ ليه الناس اللي هم مين اللي بيساعد المافيا بتوع الناس اللي ماشيه من القللي وحاطين في نص الشارع سعادتك؟ مال الاوتوبيس والعربيات تمشي ازاي؟ البشر على رجليهم يمشوا ازاي؟ سعادتك انا جالي
دماغي كانت هتتكسر. بعد 3 ساعات رحت واخد التاكسي من حته بعيد خالص ورحت راجع على المطار، لاني ما ولا زرت حد، ازور مين؟ انا خفت على نفسي. الشارع مكسره، الناس مبهدله. يا شباب مصر دي بلدكم في اي مكان، والقاهره دي هي عنواننا. لما تفضل كده مليانه ومتزحمه، الماء اكيد في مافيا، اكيد في مافيا بتساعد العالم دي يخش. انا طبعا متابع الجرايد زي ما قلت لحضرتك، من 3 سنين ما كنتش عمري اقرا جورنال مصري، النهارده بقراهم كل يوم، كل 10 دقائق، كل حاجه اشوف حاجتين، ايمن الايميل بتاعي، والحاجه الثانيه اشوف الجرايد، خاصه الاهرام، يمكن لان هي اكتر حاجه سهله التوضيح في على الانترنت، لكن بقراهم كلهم، الاخبار الجمهوريه فبشوف المحافظ كان هنا، بعد مش الناس اللي في الشارع، بعد ساعه يجوا الناس اللي في الشارع. طب انت هتعيشوا ازاي بقى لما احنا، انا مش عارف امشي على الرصيف، حتى انا مش شايف رصيف، من غير رصيف انا اتخيل ان فين شباب الفنون التطبيقيه وشباب الفنون الجميله، الكلمه الحلوه دي، ده يطلعوا يا بيه يعملوا مش مظاهر التنظيف، يمشوا كده ماشي العالم ديت ويكنسوها ويكنسوا الشارع ويلمعوه ويحطوا له بعض الزينه. ودي اللي انا عايز ان شاء الله لو امكن، لو سمحوا لي الحكومه المصريه، ان انا اقوم بالشباب ديت واطلع معاهم من بني سويف لغايه اسوان، ننظف الشوارع تحت بندنا. بالطبع ان الحكومه المصريه تعمل اسفلت للشوارع اللي هي مكسره ديت عشان الناس تعرف تمشي فيها، والشباب الفنون الجميله يلمع فيها من الخارج، وحراك المشاريع السمارت انرجي تتطبق على البيوت الحديثه. البيوت الحديثه بتعتمد على انها تتعمل في الصحراء، مش انها تتعمل تتزرع في الارض خضراء. بروفيسور عيد حسنين، احنا يعني احب اقول لك رساله يمكن بنيابه عن فريق عملي، ومش يعني بالتاكيد الساده المشاهدين يعني مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك، انه مصر فخوره جدا بيك شكرا جزيلا وباللي حضرتك عملته. لكن هو ليه عند حضرتك سؤال اخير، انه القيمه الماليه، كان ده اخر سؤال. القيمة المالية لجائزة حضرتك اللي هي تقريبا 250 ألف يورو ما شاء الله، يعني حضرتك هتعمل بيهم ايه؟ انا اتمنى ان انا اديهم لمصر، لكن في انا مش عارف اصلا اديهم لمين واديهم ازاي، مش عايز انا ارميهم في المية، انا طبعا من اسره فقيره، وطيب ما انا اديهم بنفسي او اديهم انزل شبرا او ترع بلاقيه واديهم الغلابه دي، لكن انا مش عايزهم يتحولوا لمأكولات. في احسن في نوعين، يا اما تشتري بقره وتذبحها وتاكل لحمها، يا اما تشتري بقره وتاخد لبنها وتفضل بقره وتولد لك كمان. فانا من الحبوب للنظام الثاني، انك انت الفلوس دي ممكن تتحط في مشاريع، ومن المكاسب اللي هتطلع انها تتعمل. انا اتمنى مصر تستفيد بيها، لكن انا عايز حاجه اشوفها بعيني. اعتقد ان احنا هنقوم بواجبنا تجاهك في هذه المساله، واحنا هنبعت لحضرتك اسماء كل المؤسسات اللي هي في مؤسسات كتير في مصر محترمه واهليه تقدر تحول قيمة التبرع بتاع حضرتك، تحوله بشكل عملي كويس جدا وعلني كمان للناس. وبرضه احنا بندعو كل المؤسسات اللي هي مهتمة بتبرع حضرتك بقيمة الجائزة العلمية اللي حضرتك خدتها، ان هي برضه تتواصل معاك. واعتقد ان حضرتك مش مستخبي عن الناس كلها، ايميلك موجود على موقع الجامعة.
يقدروا يبعتوا لك بالإيميل، وحضرتك تختار المشروع اللي تقدر تتبرع بيه بالجائزة. وإحنا يعني بنشكرك على 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 اللفتة الجميلة دي منك شكرا. لبلدك يعني. أول حاجة أنا عايز أقول للشباب المصري إن الدنيا بخير وفي أحسن مني كتير على الكرة الأرضية ومتقدمين عني كمان وأكثر تفاؤل. لازم تعرف إن الدنيا بخير ومببصش بالتشاؤم إنك أنت تقول أنا مفيش شغل. مصر مش هي كل الكرة الأرضية، الكرة الأرضية فيها مجالات عمل ومجالات تقدم، فانت لو مصر ما كانتش تقدر تديك حاجه لان احنا اعداد السكان عندنا. فانا بعتذر لحضرتك الاول لان اعداد السكان هو اللي بيحكم الموقف ده، لكن لا يعني ان مصر دي مش بخير وانها مش هتديك، لان مصر ما تقدرش تدي كل الشعوب دي. ولازم تلاحظ ان مصر كمصر خيره، كل شعوب الارض بتروح لها. دور على السوريين تلاقيهم عندنا، دور على السودانيين تلاقيهم عندنا، دور على الليبيين تلاقيهم عندنا. كل دول برضو عايزين يتعلموا وبرضو بينافسونا على لقمه العيش. احنا وافقنا ان احنا لقمه العيش تتقاسم مع الناس دي، علشان كده مش هتلاقي نفسك شبعان، لكن لازم تتفائل مش تتشائم، لان مصر بخير. واتمنى من وزير التعليم العالي انه يهتم بكل اساتذه الجامعات في العالم كله ويحاول يستفيد منهم. يا اخي تعالى زورنا واحنا هنوري لك السكه وهنوري لك ازاي تقدر. واحنا بنوجه مع حضرتك الدعوه لوزير التعليم. انا اوجه لوزير التعليم العالي وكل وكل رؤساء الجامعات في مصر الدعوه للحضور لالمانيا. هتكفل انا بحضورهم بالطيران بالبيات بفندق 5 نجوم هنا في المانيا لمده اسبوع لو جم. واتمنى انهم يزوروا كل الجامعات ويحاولوا يستفيدوا منهم للشعب الغلبان الفقير. اعادك في المكتب واعادك تتفرج على التلفزيون مش راح يفيد البلد. اعادك انك انت تاخد كام صوره في الجرايد انك انت متابع احداث الناس هنا وهناك برضو مش كافي. لازم تعمل تتحرك. لازم احنا مجال علمي معناه تبادل علمي، معناه ان احنا نشوف مين احدث مننا. مش معقول هنبدا دايما بيزق حصان. لازم النهارده نركب صواريخ زيهم، ولازم نشوف ايه اللي نقدر نستفيد منهم وباسرع ما يكون. لكن احنا ما نبصش كل شويه ان احنا هنتقدم، هنبعت واحد للدكتوراه. اسال بقى لو ابعت لواحد كام دكتوراه اخد له كام سنه وعبال ما يقف يرجع في مصر وتلاقي له مكان في الجامعه عشان يبقى يدرس كام سنه، وعبال ما يفوق لنفسه كام سنه، وعبال ما ياخد الخبره كام سنه. كل ده ما ينفعش مع عالم بيتطور. يعني أنا أكبر مثال بيقول النهاردة كل كمبيوتر تشتريه بقى قديم. يعني حتى بيش الكمبيوتر بعد ساعة بقى قديم، أول ما تشتري الكمبيوتر بقى قديم. وده كلام مظبوط. لازم نتطور، لازم نبعت، وأحسن حاجة ونستفيد من الأراسموس. أنا عارف إن مين بيستفيد بالأراسموس. أنا أقول لك مين بيستفيد بالأراسموس في مصر. مين بيستفيد بالأراسموس؟ الناس اللي هي في المدارس الأجنبية، لأن هم عارف بيكلموا لغة الدول ديت فبيبعتوا لهم. أما الناس اللي في المدارس الحكومية ما بيستفادوش بالأراسموس، وده خطأ. لازم تعرف إن في منح أوروبية لا يوجد ليها أي علاقة بالمنح الألمانية. في عندنا أكتر من أراسموس. في عندنا الداد، ده صعب جدا. في أراسموس خاص بالدول الأوروبية. انت حضرتك لما تبعت لكل الدول الأوروبية هتلاقي ناس كتيرة جدا تقول لك ان احنا عندنا اماكن ليك عشان تيجي وتستفيد منها. انا اتمنى ان رؤساء الجامعات ووزير التعليم يشرفني هنا. انا ادعوه على حساب الخاص لانهم يقعدوا عندنا اسبوع يحددوه معايا زي ما هم عايزين. طبعا مش في الصيف، في الوقت اللي ما فيش اي وقت التدريس الجامعات، وقت تدريس الجامعات العادي، انهم يجوا هنا ويشوفوا ايه اللي الجامعات تقدر تقول لهم على حاجة يقدروا يعملوا
ايه يحاولوا يستفيدوا مفيش وعد، مفيش وعد انك هتلاقي الف مكان والكلام الخايب ده. في حاجه اسمها محاوله، مكافح، نكافح ان احنا ازاي نستفيد من البلاد دي كلها. وانا متاكد انك لو رفيت هتعرف تعمل عقود ما حدش يقدر عليها. العالم المصري عيد حسنين، شكرا يا فندم وكتر خيرك. شكرا جزيلا. المعمل بتاعي أنا كان متخصص في استعمال الطفيليات في بكتيريا نافعة بتقتل الحشرات الضارة. تأثير الجانبي للمبيدات الكيماوية على الكائنات الحية. البحث العلمي ما كانش كويس السنين الأخيرة في مصر. الشباب هو المسؤول، مين هيعمل إذا كان الشباب ما يعملش؟ الوطن هو البلد اللي الواحد بيحبها ويحب يخدمها. وانا